سيدنا هذه صربي سيدنا اللي خاص يدور سيدنا انا غير غير توتي كما ديرنا وعيش الشريف عيش الشريف عيش الشريف عيش الشريف عيش الشريف عيش الشريف من 1999 حتى شهر 5 2013 كنا في المحنة على هذه البلاد مع العام الحلو 2011 2012 خرجت عندنا القوة ولكن شي ضرب ما كايناش بحال هذا الشيء اللي دار علينا هذا العام ديالي فلان وانت دابا ما سمعوناش ولا الارهاب اللي سمعنا العام ديال الافراح وحنا درنا دعوه على المحكمه اداريه من القايد حتى البنكيران وجبدوا الوثائق ديالنا من توصيف باش يفكوا الموظفين ديال يدنا وداروا لنا عدم القبول. المحكمه ديال المكناس جات المحكمه ديال الرباط حكمت علينا بعدم القبول وهاد الناس اللي كيهددوا علينا ما كنشوفهمش بانه المدافعين ديالهم هما المنطقين بانه هو العمالة اللي كتجي لهنا داخله البيع والشراء ديال بلادنا مشاركين في البيع والشراء داخلين في البيع والشراء ديال بلادنا ما كنشوفوش القبيله اللي هي ضدنا. القبيله الا كان شي واحدين فيهم كيتسموا غير السمساره باش يديو هذوك الاخرين اللي كيعطيونا القوه باش يديو البلاد ديالنا. ضربونا هاد الناس بالجرح والعيالات كلشي دايتين في الخلا وجراو علينا من الكراخ ديالنا والبلاد ديالنا طعنا فيها هاد العام درنا هاد العام ديال هاد العام. ديال اربعة العمالات ولا خمسة ما قديناش عليهم غير تنظم السادات المحترمين من سيدنا إلى حنا مغربين يعطيونا الحقوق ديالنا. ها تعريف التعريب المصادقة ديال القياد 1951 شهر 7 وهاد الناس يعطيونا المصادقة ديالهم بأنه إذا كانت عندهم المصادقة غادي تكون إذا كاين تنضرب الحجة على هاد المحافظين اللي عطاو المضرب. أش من السبب علاش عطاو المضرب؟ واش عطاوها كتعطى المصول على التالكة والمخرجة أو لا رسم المشرة. هاد الناس عطاو لهم على 12 شهد ديال المدافعين ديالهم حدوا عليه بين هو واش كيشهد الناس على الدار ديالو خصنا القبائل الاخرين بحال هاد الشهادة هاديك القبائل الاخرين عندنا ها هما القبائلات أي واحد قيادات اخرى ها هي شدوا هاد الوثائق خدوه معاكم كلشي واش وثيقه وتنظر من سيدنا الى حنا مغربين ديالو باش يطرف فينا الى حنا من البيزاريون يجينا لعندهم الى حنا من اسرائيل يجيونا لعندهم البلاد بلاش كنا خصنا نمشيو ليها. العامل ديالي فلان باغي نبيع وشرا فينا ضرونا كل شيء غير القوة وهذا من هنا حتى لديك الكدية كل شيء قوة والمرأة طيحات الولد تلك حسن عيش على حالك يا حسن عيش الملك عيش الملك ديال 51 اداري البلد الجماعه السلاليه ديال ايت محمد الحسن. حنا ما كنطلبوش هذا الشيء بالفم. ها الحجات ديالنا كلشي يدي معاك هادشي ديال ها الحجات ديال البلاد ديال الجماعه السلاليه ديال ايت محمد الحسن من تحديد ديال 51
حتى لدابا كانت تغلقوا في البلاد ديالنا. وإن الله يجازيكم بخير وطول عمركم، ماشي يتحدوا على اللي تيديروا هذا المشكل. العامل براسه والمحافظ ومن القياد حتى من الوزارة اللي خلقوا هذا المشكل في البلاد ديال أيت محمد الحسن، في الجامعة السولارية ديال أيت محمد الحسن. عاش الملك! الله يجازيكم بخير وطول عمركم. هذا الشيء اللي تنقولوا في البلاد ديالنا كنطلب منكم يوصل قدام سيدنا يحيد علينا هذا المنكر. راه المواطنين راه المواطنين راه المواطنين راه ما بقاش كيسوقوا، راه المواطنين ما بقاش كيسوقوا، راه كيديروا الرنان ديالهم غير من الماء والخبز. راه منعوا عليهم السوق، الجدرميه من عندهم، الوكيل من عندهم، وحنا الله يجازيكم بخير ما عندنا فين نمشيو عند سيدنا. انتم غادي توصلوا هذه القضيه لسيدنا الله يجازيكم بخير. والبلاد ديالنا راه كنطلبوا منكم وكنطلبوا من الله، ها الحجه ديالنا، ها الحجه ديالنا، كلشي شديوها معكم. ماشي يجي المحافظ يشد الفلوس علينا ويشدوا من العامل ويشدوا من القايد ويشدوا من السلطه ويجيو ويجيو في البلاد ديالنا وبداو كيضربوا مع الدراري. ماشي منكر هذا، واش العامل هذا العامل اللي غادي يحمي المواطنين؟ ها هو كيتحمي، شوف ها هو جاب سيميق وبدا كيضرب مع العيالات. بغاو يحيدوا عرف كثر يحوزوها هما. راه منكر هذا. دابا الله يجازيكم بخير غادي نهضروا حتى للتالي هذا الشيء على الوراق. كنطلب منكم وكنطلب من الله هذا الشيء غادي تديوها حتى لقدام سيدنا يحيد علينا هذا المنكر. احنا دابا من علينا الدراري ما بقاوش كيسوقوا. احنا دابا كنا في المحنه ما كنا عندنا شي حياه. والله يجازيك بخير وطول عمرك. المصادقه صادق فيهم القايد ديالهم، قايد ليمون المرقيه دار المصادقه شهر 7/1951 هما الى داروا شي مصادقه ديالهم يدلوني بها. يعطيونا هذه المصادقه ديالهم عندهم في البلاد 1328 اللي عندهم حنا 269 اللي عندنا في البلاد ديالنا. ومن بعد كانوا هاد الناس الحجاج ديالهم دارها القايد ميمون في الشهر 14/2/52 ومشات للرباط رجعت باش تصادق 24 الشهر 3/53 فاجر هناش على الطريق اللي جاي من عين واحد البقريه وتعرض ليا في الحديد. إذا كان عندهم شي مصادقة تكون عندهم المصادقة بالقايد ديالهم. حنا عندنا ثلاثة الجهات، عندنا أربعة القياد بالقايد ديالنا. دابا كنطلب الله باش يرفض سيدنا علينا هاد الضغطية وهاد المنكر إلا حنا مغربي. عيش الملك. الناس راه فيها الكفاية وأنا غادي نزيد واحد التدخل. أن الداخلية حطت واحد الأرتيكل، أنا قريته في الفيسبوك بأنه القبيلة ديال محمد الحسن فوضويين، جاو يدوزوا التحديد الإداري ديال 51 يكملوه، جاو يدوزوا التحديد ديال 1951 باش يحيدوا المشاكل، ولكن في نفس الوقت دخلوا الملك في التعرض اللي دارت من لابورن 21، راه هادشي مكتوب هنا هادشي راه مكتوب من النصارى والقياده هاد الاستعمار وكل شيء. من لابورن 21 حتى لابورن 26 50 متر ديال 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 لا ديفيرونس ما بيننا وبين يتمروا. هادشي علاش وقع المشكل على 50 متر؟ واليوم باش يجيو يكملوا التحديد ديال 51 وفي كل مشكل ديال 50 متر علاش تخالفنا حنا ويتمرون؟ جاو بغاو يديو 1000 كتار هباء منطورة شهادة عدلية ديال 12 شاهد. هذا راه منكر، منكر هذا. وحنا بالوثائق ديالنا وكنطالبوا ماشي قبيلة ديالنا محمد الحسن فوضوية، وقالوا في ذاك الارتيكل الداخلية بأنه هو تعداو وضربوا.
حنا ما كنضربوش، حنا مستعدين باش ندوزو البلان ديال 1269 اللي دات في 51 ونحلو المشكل ديال 50 متر بيننا وبين رئيس مرول، ماشي 1000 كتار ديال 12 شهاد. انما هذا منكر، هذا النداء كنطلبوه باش توصلوا لسيدنا، اما ما تبقى راه ضدنا. وشكرا والله يعاونكم وكنشكركم في هذا المشي اللي درتو. 50 متر ما مقبولاش، ما معرفناش والقايد ديال يتبغوني قبول القايد ميمون من 21 26 والقايد ديالهم الجماعه ديالهم تيطالبوا 50 متر وداروا تعرض وتعرض من 51 والتعرض تتموت والتعرض ديالو 51 غتبقى حتى 2018. هادشي راه ماشي معقول. وجاو دابا يغتنموا الفرصه ديال التعرض ديال 51 باش يديوا 1000 كتار. هاد 1000 كتار ماشي ماشي كون انصاب كون سيدنا بغا حنا نهديو له نعطيو لسيدنا حنا ولكن باش يدي شي واحد مواطن بحالنا وحيدنا بلادنا راه حنا غنموتوا على بلادنا وما حنا ماشي فوضويين ما كنضربوا ما كنتعداو. ها الوثائق ديالنا الله يجزيكم بخير والله يعاونكم. عندي 66 في العمر ديالي وانا عايشه في هذه تسماكت بالوالدين ديالي بكل شيء وعام 3 سنين هذه ناضوا لعندنا تيهرشموا لينا ولادنا تيضربوا لينا ولادنا بيتين في الخلاء جالسين في الجوع اللي تيكمي ما لقى منين يجيب الكمايه اللي ضر الجوع ما لقى منين يجيبها. حنا تنطلبوا من سيدي محمد السادس يعاوننا يعاوننا يعاون وليداتنا يعاوننا. الجره ديالنا مسكينه طاح ليها بنادم ديال 4 شهور وتمرتات والدراري مضروبين رجليهم بالكاري بالكاري باش يضربوا مرتين لينا وليداتنا. الله شوف النوايل فاش ساكنين شوف شوف هادشي فاش بغاو فاش هاجمين علينا شوف شوف شريفي داكشي فاش هاجمين علينا شوف وتايبات وليداتنا بالخلا وبايتين بالخلا وجالسين بالجوع وجالسين وقاطع علينا السواق قطعوا علينا السواق ما خلاوناش. الشيخ حنا على ولادنا هجموا علينا بالكاريات هجموا علينا بالقلع الزبع بالعصي ديالهم بكل شيء. الله يرحم الوالدين. هالشي بغينا سيدي محمد السادس يعاونوا وليداتنا يعاونوا وليداتنا راه متمرتو راه محنين وليداتنا. الله يرحم علينا الماكله ما لقينا منين نجيبو الدراري الصغار مراض ما لقينا نديوهم للسبيطار. الا ديناهم للسبيطار غادي يشدونيا غادي يشدونينا الدراري يشدونينا حنا بروسنا. والدراري راه مكرفسين راه جالسين ساكن غير في الشام جالسين غير في الشام ماكلهم ما يشربو تيصومو في النهار ويصومو في الليل. هجموا عليهم سبحانو الملك عاش الملك عاش الملك يعاوننا هاد الخواج مات علينا خلعت لنا الدراري ما كندخلوش للدار هاد اليابات كنباتو غير برا. الا دخلنا للدار كنخافو سمعنا غير الحديد شي طوموبيل جايه ولا كنخافو كنقولوا الجدار ميا ولا اللي جاي. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. حنا كنطلبوا من محمد السادس يعاون راه ولادنا مخلوعين راه ولادنا مخلوعين. الله يرحم الوالدين وحنا كنتسناو غير محمد السادس ما تفوقنا ما جبنا خضره ما جبنا حتى حاجه الصيام والجوع. الله ينصرك يا سيدنا الله ينصرك يا سيدنا. عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك يا سيدنا. انت كتشوف كل شيء غير مشاكل غير معوقين. انت فين غادي يرجع هذا الشيء فين غادي يرجع انت تشوف فين غادي يرجع هذا الشيء فين غادي يجيبوا لهم ياكلوا. الله ينصر سيدنا ما عوقه ما كادر مسكين ما كاينش على ذلك ولا اجي تشوفني ولا تقول لي باش نشكي كل شيء طاح لنا بغينا هذا المنكر يشوفوا سيدنا. عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك ما الملك عاش سيدي محمد السادس
شوف دوك النوال راهم شتو بين الميكا والخناتي هادو. واش قادو الله يسهل عليك تاعو راهم لا عاش الملك 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 أولاد سيدنا ماشي ضد النظام. هاد الناس ديال ايت مرغول راهم تعداو علينا هما والسلطة. حنا ماشي ضد النظام، حنا ولاد سيدنا. سيدنا الا بغى بلادنا مرحبا نهديوها له هو والعائله ديالو. حنا ماشي ضد النظام وما عندناش ارهابيين، ما عندنا حتى شي واحد اللي كيدير حتى شي مشكل. هما السلطه اللي كتخلق مشكل في القبيله باش ينوضوا عصابيين وماشي عصابيين. وعاش كنطلبوا منك سيدي يا ربي جاو لهنا شوفوا راه تفعونا انا على عينيا شوفها غير مازال ما مشات للطبيب. علاش هاد الناس كيديرونا هاد الشيء؟ علاش؟ على بلادنا عندهم شي حقوق، عندهم شي اوراق، عندهم شي حاجه، جاو لعندنا بذاك كيرخصونه، ولا الكبير ولا الصغير ولا المراه ولا. علاش سيدي ربي الله ربي علاش هاد الناس؟ الناس خيانه قوي. استغفر الله منك باش تشوفوا الساكنات كلشي البنيان ديالهم داروا البلاد ديالهم. كاين كاينين هاد الناس اللي كيبنيو هاد الناس، كاين كاينين البلاد ديالهم. يعطيونا المصادقه ديال 1954 كل فيه القايد ابراهيم وما القايد دار الحضر مات شهر 4/52. Hey, 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 hey
انا النايب انا حرقي حسين نايب ديال ارض جموع يا بن الحسن. هذا الخروج ما علمونيش به. هذا الخروج ما علمونيش به. مع 8 د الصباح عيط عليا ولدي، انا ساكن في ديال الخفيل، عيط عليا ولدي من هنا قال لي مرتي راه طاحت. باش سبب باش؟ قال لك شافت السيمي كيضرب في الناس وطاحت. دابا عطى بيلانس، يعطى لابيلانس من 8 الصباح بقات حتى تقريبا 12، ما بغاوش يخليو لها لابيلانس تدوز. دازت لابيلانس راه في الخطر، ديتها للطبيب، ها الشهادة ديال الطبيب. المرأة خسرات، ها الشهادة ديال الطبيب. المرأة خسرات. كاتب الله وسيدنا. حتى دابا راه في الدار راه في الخطر. راه عطاوها 21 يوم ديال فاسميتو ودابا ها هي في الخطر، ما بغات تشوفها يلاه تشوفها. صافي هاك هادي فيها. كلشي هذاك اللي بني كلشي غير ديالنا، داكشي كلشي غير ديالنا. هاد الوطا كلشي حتى لهذاك الحجر اللي كحل هو هو كيبين. كاين سكان تما، كاين سكان تما ديالناني. من هذا من هذا من هذاك البني ها هو وسير النيشان وطلع زيد 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 حتى الدور كلشي ديالنا. هادشي اللي خطات كلشي تلمع معاه كلشي هذا باش يجمعوا عليه. وين اللوطه؟ زرق اللوطه. حتى هادوك ماشي نوايري غير مناي. ساتيني نوايري. بالخريف ما عند ما عندهم مسكين ما عندنا فين نمشيو. ما عندنا فين نمشيو، غير ربيو هاد البلاد،
حنا دابا الحرفة ديالنا غير الكسيبة. والبلاد قاصحة كلها كتعمر الدجاج. إلا ما سرحنا ما ناكلو. ودابا الله يجازيك بخير ويطول عمرك. راه دابا المواطنين ديال أيت محمد الحسن راه منع عليهم العامل ما يسوقوا ما يخرجوا البلاد. رحنا دابا راه درنا السيد العامل حراسه في البلاد ديال الجامعه السريه ديال أيت محمد الحسن. دابا كنطمن لك وكنطمن الله هذا الشيء خصو يوصل قدام سيدنا. يجازيك بخير ويطول عمرك. ويطول عمرك عاون بينا. راه مركر هذا ها منين جاو ها منين داست القوة من هنا وداست القوة من هنا وبداو كيضربوا بيناتهم. كنقول له حنا عندنا شي تلعب اش غادي نضربوا نهرسوا الحديد ولا نضربوا شي حاجة. حنا جمع علينا السيمي هنا ما علينا ما عندناش عن الخزان. يا باشا شبل يا باشا راه كاين يا باشا كاين العيالات هنا اللي ما خرجوش يمشوا للسبيطار. يا باشا راه كاين شي هاي وحدة فين كاين وسبعة الشبل اللي فيهم هاي فين كاين وسبعة وثلاثين طوموبيل كنبيعوهم خمسة الكيران. احنا كنطلبوا من الله والحكومة الخبر هذا ياخذ غراس شي غريت وحيو ان خلى العسكري تاع الغرور هاي القوات تاع الغرور هاي ذكر راك تهرياسن راك تصعد ما حدث ما غير انت دوم نكون انا ياخذ لي جواجي من خيا انا نعيش هيا حسي حسي ياخذ غراس اخي عطك راكي هنا لا غرود تدخوا وريد انت الغي من الخشم الغرمان الغي من الخشم الله يزر سيدنا عيش الملك عيش الملك سعيد عيش 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 وكل شيء الله ينصر سيدنا وكل ماشي سعيد راه غادي يموتوا ولادنا في الديور ديالهم والشيخ والشيخ حسي كون ماشي هو راه غادي يموتوا ولادنا غادي نموتوا حتى حنا بروسنا ولادنا ماشي عصابه ولادنا ماشي عصابه ماشي عصابه ولادنا غير متاكين هما ما عرفوش ملي غادي يخرجوا داكشي اللي كاين سيدي يلا سيدنا قلت له موت بابا قلت له قتلوا بابا